الجوامع والمساجد بالعراق أكثر من 10,000. بغداد وحدها بيها أكثر من 1,000 جامع ومسجد. في كل حي بالعراق تلقى من 2 إلى 3 جوامع، بينما في كل محافظة زين إذا لقينا 8 مستشفيات حكومية. بعد 2003 الطبقة السياسية استغلت الدين لتحقيق مصالحها الشخصية ولتغطية فشلها في إدارة الدولة وتقصيرهم في إداء الخدمات، خصوصاً في مجال الصحة والتعليم. حاولت تقنع الناس إنه اللي دنبر بي هو غضب إلهي بسبب كثرة خطايانا. في ظل أزمة كورونا واجهنا العديد من المشاكل: حجر منزلي، انهيار اقتصادي، غلق لدور العبادة، غلق المدارس والأسواق والمتنزهات. المكان الوحيد اللي بقى فاتح أبوابه ومستعد لاستقبال الناس هو المستشفيات، إلا أنه وزير الصحة السابق صرح وقال إحنا ما عدنا إمكانيات كافية لمواجهة الوباء، لا عدنا أسرة كافية لاستقبال المرضى ولا أجهزة إنعاش رئوي. أزمة كورونا هي فرصة لمراجعة الذات ولسجلات الدولة اللي باعت حياتنا وطتنا حياة رخيصة ما تليق بينا. كورونا معلم أيقظنا وأخبرنا بأنه الدول تبنى بالعلم وليس بالدعاء.